ملتزمون بتنفيذ هذه التوصيات قدر الاستطاعة، بالأخص فيما يخص الأمور المالية وفيما يخص الاستاتيو، يعني المسار الوظيفي لكل من ينتمون إلى أسلاك الطب. أنا ملتزم به قبل نهاية السنة إن شاء الله. كان بودي نظرا للتضحيات الجسام اللي قدمها سلك الأطباء والسلك الطبي وشبه الطبي في هذه السنتين، ولكن ظروف حتمت علينا أن نشوف أولويات كذلك أخرى ذات أهمية بالنسبة للوطن وبالنسبة للمواطن. ولذا جاء ظن وصلنا الأوان أننا نتكفل بمطالب الشرعية لكل من ينتمون إلى القطاع.